42 مهاجرا تم نقلهم إلى المستشفى في العاصمة زغرب ليلة الأحد، من بينهم 8 أطفال، وهذا بعد توقيف شاحنة شحن كانت تقل مهاجرين. المسعفون كانوا في حالة سيئة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون والإرهاق. العديد منهم أخذوا إلى مراكز العبور. أريد أن أتجنب كلمة مهاجرون. نحن أمام أشخاص دخلوا جمهورية كرواتيا بطريقة غير شرعية وسيرحلون إلى بلدانهم من حيث أتوا. وكانت الشرطة الكرواتية قد أوقفت سيارة شحن مسجلة في بريطانيا قرب مدينة نوفسكا كانت تقل 67 مهاجرا سريا قادمون من أفغانستان وباكستان. كما ألقت السلطات القبض على مواطنين بلغاريين بتهمة تهريب المهاجرين.